وبالمناسبة في يعني انا بتكلم على بقر، وبتكلم على في جاموس كمان بيدي تقريبا 28 كيلو 25 كيلو. ده غير اللي احنا غير المصري بتاعنا. انا بتكلم على ايه؟ على بس اتفضل استريح. انا بتكلم على الفكرة، مش بتكلم على يعني حاجة بعينها. بتكلم ان احنا عايزين واحنا بنعمل العمل ده ان احنا نقول كل سنة خرجنا اسر من الحالة دي لحاجة تانية. وانا عايز اقول لكم على حاجة، الصندوق لو عنده قدرة مالية كبيرة ممكن يجي علينا وقت من الاوقات نجهز اراضي زراعية، نجهزها كاملة، نجيب اسر نقول لهم خد الارض دي اشتغل، وابقى يعني سدد جزء من ثمنها من غير اي فوائد او كلام من هذا القبيل. المقصود الكلام ايه؟ ان احنا نقول النهارده تعالى لراجل عنده عربيه، زي ما بنعمل دلوقتي عمليه الاحلال في المركبات بتاعه الغاز، ان احنا نروح نوقف الشوارع كده، نوقف العربيه القديمه دي، تعالى انت خد العربيه دي، ونكتب اسمه، واللي يقدر يدفعه يدفعه، واللي ما يقدرش ندفعه احنا. كل ما يكون الصندوق وكل ما يكون القدره الماليه للدوله او للعمل الخيري عاليه طبعا هتفرق مع الناس. خلي بالك اللي ركب عربيه قديمه زي كده هلكانه، مغلبه في الاصلاح، ومغلبه في محدش عايز يركبها معاها كمان. تكون عربيه كويسه شكلها جديد ونظيفه وتاخد غاز بسيط. يعني عايز الاقي 10,000 عربيه مرصوصين كده من الصندوق تحيا مصر. فين الناس بتوع تحيا مصر؟ فين اللي هو محمد؟ فين؟ عايز الاقي 10,000 عربيه مرصوصه كده نديها للناس اللي هي اللي هم بيركبوا عربيات ديت، ونقول لهم انزل خد دي اشتغل. وحتى لو سدد لك حاجه نص الثمن ولا حاجه، بس ما نسيبوش كده، ما معاكمش فلوس. طيب اتفضل. فارجو ان احنا نطور ادائنا بان احنا نحول حياه الناس، بدل ما فقط، وده ما يعني امر طيب عشان بس ما حدش يقدر ان انا يعني مش بنتقد، لا انا مش بنتقد، انا بطلب المزيد. بدل ما نوزع زي النهارده 1.2 و3 مليون كرتونه ان شئتم، وملابس وكل اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، لكن ايضا نحول حياه اسر من حاله صعبه لحاله اكثر استقرارا. يعني انا بقول الكلام ده للصندوق، وبقول الكلام ده لرجال الخير وسيدات الخير اللي هم بيشاركونا في العمل الخيري في مصر، ولمنظمات المجتمع المدني اللي بتشارك المصريين ظروفهم الصعبه يعني.